اليوم هي وقفة دفاع، هي وقفة صفة، هي وقفة المحامين والمحاميات بهيئة المحامين بالدار البيضاء أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء. وقفتنا اليوم هي وقفة قلوب، هي وقفة صفة، هي وقفة كرامة، هي وقفة النشود للعدالة. وقفتنا اليوم هي تعبير بسيط جدا، أقل ما يمكن أن نقدمه لهذا الشعب الذي أصبح يستنزف وأصبح يغزى عليه في غزة المكرمة، أصبح يغزى عليه ويقتل، وأصبحنا نرى ونبيت ونصفيق على دماء شهدائنا من المدنيين بتلك البقاع المقدسة وبتلك البقاع العظيمة أمام الله تعالى. شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، لقوا حتفهم كمدنيين معزولين عزل عن أي أمر إلا أنهم قتلوا في غفلة عنهم من طرف صهاينة صهيونيين خونة غضارين لأرض فقط تستفيق وتبيت على أن تثبت هويتها وتؤكد هويتها وتؤمن بترابها. الشعب الفلسطيني هو الشعب المغربي، نحن إخوة، قلوبنا مرتبطة وارتباطنا عميق عمق الدهر للقدس المقدسة ولذاك الشعب الأبي الصامد الصبور. نسأل الله تعالى لهم الصبر والسلوان، نسأل الله تعالى لهم المغفرة، نسأل الله تعالى لهم أن تكون ما يتعرضون له رحمة عليهم ونورا في قبورهم وأمام الله تعالى. ونسأل فعلا حكامنا العرب أصحاب الكراسي وأصحاب المسؤوليات وأصحاب القرار في أن تستفيق هويتهم العربية وأن تستفيق رحمتهم بهذا الشعب وتستفيق فعلا مسؤوليتهم أمام الله تعالى أولا ثم أمام العباد. وقفتنا اليوم هي تعبير فقط قلبي، أقل ما يمكن أن نقدمه كدفاع أننا نقول لهذا الشعب نحن معكم ونحن بينكم ونحن منكم ونحن إليكم، وأكيد إن الفرج قريب وسيكون نصر الله قريب. وهذا ابتلاء من الله تعالى أن اختار تلك الأرض للشهداء، فالحمد لله على كل حال، وإن لله وإن إليه راجعون. وشكرا لكم. كيف شفتوا استهداف البارح في المستشفيات؟ ما كاين شي حاجه سميتها كيف شفتوا استهداف البارح، حتى واحد ما شاف شي حاجه الا ان فعلا جميع الجوارح وجميع المشاعر وجميع المشاعر تحركت في ذاك الوقت بين بكاء وبين رهبه وبين خوف وبين مما يصاب ومما يصيب ذاك الشعب. نحن فقط بهذا البلد تعرضنا لموجة من الزلزال، وكانت هذه المدينة في موجة قليلة من أن تحركت هذه الأرض تحتنا، فكان هناك فزع وكان هناك ورع وكان هناك رجوع إلى الله تعالى. فماذا بنا ونحن نشاهد دماء ومزاجير ونسمع عن أرقام خيالية بملايين لأشخاص لقوا حتفهم وهم فعلا كانوا مرضى بمستشفى يتم قصفه دون رحمة ودون خجل لأطفال ورضع وخدج وحتى لأناس كانوا مرضى وكانوا نيام، فاختارهم الله أن يكونوا شهداء عنده. إنما الوقع الصدمة والرهبة التي جعلت ذاك الشعب المغربي في ليلة البارحة مساء يخرج بالرباط وأن يعبر عن مدى الحزن الذي رآه في التلفاز، نقول لجميع الشعوب أننا لسنا متطبعين ولسنا مع التطبيع ولسنا إلا عباد من عباد الله تعالى، وزعهم الله تعالى حسب هذه الأرض. فمن اختارهم الله تعالى من الشعب الفلسطيني فهما بين يدي الله تعالى، ونحن بين يدي الله تعالى، ونبقى قلوبا واحدة ونبقى على رأي واحد ونبقى على قضية واحدة. وعاشت فلسطين أبية صامدة ورحمة للشهداء، من هم أحياء عند ربهم يرزقون. فاللهم الحقنا بهم مؤمنين صادقين بوتين في قلوبنا يكون بنية خالصة لله تعالى. شكرا لكم. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.